مساء الخير عليكم ويا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده في مطبخنا مطبخ اما هندخل نعمل وصفه مختلفه. هنعمل مع بعض البرتقال، مربه البرتقال بطريقه مطبخنا مطبخ اما، طريقتي شويه مختلفه فيها حاجات خاصه بمطبخي هقول لحضرتك عليها وهنتشاركها مع بعض وهتشوفي قد ايه الوصفه سهله وطعمها خطير. يلا بينا مع بعض ندخل مطبخنا للنهارده. وقبل ما امشي ما تنسينيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، ويلا ندخل نعمل مربة البرتقال في مطبخنا مطبخ إما. زي ما انتم شايفين البرتقال موجود اهو قدامي، بجيب اي سكينة حامية شوية، بجيب طبق نظيف بخليه عندي في جنب الطبق اللي فيه البرتقال مغسول علشان ده اللي هشتغل بيه. انا بس هنا عايزة حضرتك تشوفي معايا قد ايه مهم جدا التقشير بتاع البرتقال. يعني الوصفة يعني انا بشيل الجزء الاصفر ده البرتقاني ده، يا جماعة الابيض ما بيتشالش مع القشرة لان المرارة بتاعة البرتقال او الليمون موجودة في الجزء الابيض اللي تحت لكن مش في القشرة بتاعة البرتقال. انا بفضل اقشر كده زي ما انت شايفاني اهو، اتمنى ان انت حضرتك تكوني شايفة معايا. باخد كده بس من على الوش اي سكينة حامية موجودة عند جوه البيت وبنستمر في التقشير. خلاص اهو انا بس كل اللي انا هعمله قدامكم دلوقتي، انا هجيب الطبق بتاعي ده وباي فوطه نظيفه في البيت موجوده عندك بتغطيه بالفوطه وبتركنيه لغايه بكره الصبح. انا هركنه على جنب لغايه بكره وهبتدي حالا اوريكي هنعمل ايه. بجيب الحله اللي انا هعمل فيها اللي هطبخ فيها قشر البرتقال اللي عندي. انا في الحقيقه بحب استخدم جدا المقص. لغايه ما بخلص الكميه كلها. زي ما انتم شايفين اهو الميه سخنه ونزلتها على قشر البرتقال، وفي نفس الوقت البوتاجاز بتاعي على درجه حراره متوسطه. انا في الغالب هسيب البرتقال بتاعي ده لغايه ما يغلي، اول ما بيغلي ببتدي اوطي عليه واغطي الحله بتاعتي. ده لون ورق البرتقال بعد ما اتسلق، لونه بيتغير. الطبقه اللي ورا دي بتبقى مصفره شويه، ده لون الميه. فحضرتك كده او حضرتك عرفت الشكل اللي ممكن ساعتها نطفي عليه. ده كده خلاص انا هطفي بوتاجازي وهستنى شويه وهناخد الحله بتاعتنا على الحوض علشان نصفي كل الميه اللي موجوده دي ونحط ميه نظيفه علشان نكمل باقي الوصفه. انا كده خلاص يعني جزء النص الوصفه تقريبا خلصت، هغطي عليها وحركنها وهرجع اغطي عليها هغير عليها الميه مرتين النهارده لغايه ما انام. ولما بصحى بكره الصبح على الساعه 6 بغير الميه برده، وبعدين برجع بعد كده على الظهريه ابتدي اعمل المربى بتاعتي. انا بس كل اللي انا هعمله دلوقتي قبل ما اصفي الميه اللي على البرتقال دي، انا هاخد من الميه اللي عندي دي ما يعادل كوبايتين من الميه اللي هي اخر ميه اللي هي مراره البرتقال ما عادتش موجوده فيها قوي زي اول يوم زي امبارح لما عملناه مع بعض. انا كده هاخد اهو ما يعادل كوبايتين من الميه. زي ما انتم شايفين لون الميه مصفر بلون الورق بتاع البرتقال، انا هاخد منها كوبايتين وهصفي الميه اللي على البرتقال ورق البرتقال اللي عندي ده، وهاجي اقول لحضرتك الخطوه اللي بعد كده هنعمل فيها ايه. يعني البرتقال اللي احنا سلقناه اهو باخد منه شوية وببتدي اقطع القشر ده علشان انا عايزاه يبقى قطع صغيرة جدا. طبعا لو حضرتك حابة ان انت تستخدمي السكينة يعني طبعا تقدري. انا زي ما قلت لحضرتك انا في حالتي انا عندي اللي هي زي قطاعة الملوخية دي، مخرطة الملوخية دي انا بستخدمها لان انا مش عايزة قطع البرتقال كبيرة، انا عايزة قطع صغيرة بحصل منها على الطعم اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت بيبقى يعني المذاق اجمل كمان. يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو بفضل اقطع فيها بفضل اكمل كده لغاية ما بخلص الكمية اللي عندي كلها.
زي ما حضراتكم فاكرين احنا امبارح قطعنا البرتقال قشرناه وخدنا القشر وابتدينا في الوصفة امبارح. انا كل اللي هعمله بس هبتدي اقطع البرتقال ده من النص واعصره واخد العصير بتاعه علشان ده اللي هنكمل بيه وصفتنا للمربى النهاردة. الجزء المهم من الوصفة دي لو تفتكروا احنا معانا هنا القشر بعد ما قطعناه، انا باجي حالا دلوقتي وبعاير القشر ده. طب بتعايريه ليه؟ عشان هو اللي هيكون المعيار بتاعي لقد ايه من السكر انا هستخدم. انا هستخدم الكوب ده، الكوبايه المعياريه دي. فحضرتك لو استخدمتي كوبايه ازاز او مج او اي حاجه موجوده عندك جوه البيت فهيكون هو المعيار بتاعك لبعض الحاجات اللي بعد كده. انا هنا هبتدي اشوف دول طلعوا عندي كام كوبايه. انا هنا حطيت 4 كوبايات من قشر البرتقال المتقطع، هحط عليهم لكل كوبايه من عندي 1.5 كوباية من السكر. فانا هعاير السكر بتاعي، يعني لو قلنا 4 كوبايات الا حاجه بسيطه يعني ادي 4 6 كوبايات بالمقاس اللي عندي ده. طبعا حضرتك زي ما قلت لك لو السكر اللي عندك بيحلي فكوبايه الكوبايه تغني تماما عن كميه السكر الكبيره. انا للاسف زي ما قلت لك السكر عندي مش بيحلي كفاية، يعني 4 كوبايات احط لهم 6 كوبايات من السكر. زي ما انتوا فاكرين انا كنت خدت 2 كوباية من المية، لو تفتكروا قبل ما نغير اخر مية نكب اخر مية انا خدت منها معيار يعني 1 كوباية من الكوب المعياري اللي موجود عندي ده. فانا هحطها حالا اهو وهضيف بعد كده عصير البرتقال زي ما انتوا فاكرين اللي كنا عصرناه من كمية البرتقال اللي موجودة عندنا. هضيف البرتقال كل العصير بتاعه ده على السكر وعلى 2 كوباية المية اللي انا خدتها من مية العصير. الحاجة الوحيدة بس اللي انا عايزة حضرتك تضيفيها قبل ما تاخدي الحاجات دي وتروحي بيها على البوتاجاز عشان نبتدي نطبخ المربى، وهو عود واحد من القرفة. يا ريت يكون كبير شوية، يعني لو مش موجود يعني انا عاملة كمية كبيرة من برتقال فعشان كده هحط عود القرفة ده. لو حضرتك ما عندكيش يعني واحد كبير كده فحضرتك بتحطي اي عودين قرفة صغيرين في الوصفة. انا كده خلاص الوصفة اللي عندي اهي كده جاهزة. انا باخدها حالا وبروح بيها على البوتاجاز علشان اطبخها. المعلقة يا جماعة اللي احنا هنستخدمها دي ما يلمسهاش اي مية خالص او تلمس اي حاجة تانية طول ما احنا شغالين في المربى بتاعتنا. انا هفضل اقلب في المربى بتاعتي دي لغاية ما اتأكد من ذوبان السكر كله. جنب ايدي زي ما قلتلك الطبق والمعلقة دول هيفضلوا ملازمنا طول الوصفة جنب البوتاجاز، يعني هيروحوا في اي حته هيفضلوا معانا طول ما احنا مكملين. انا هسيب الخليط بتاعي ده دقايق بس كده على النار لغايه ما يبتدي الحراره توصل للسكر والميه ويبتدي السكر يدوب، وهاجي اقلب تقلبتين وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. المربى بتاعتنا ابتدت تغلي اهي زي ما انتم شايفين. انا حالا ببتدي اقلبها كده عشان اوزع الحراره. ما تقلقوش خالص، بس زي ما قلت لكم يا جماعه المربى بالذات احنا غيرنا الحله علشان ما يحصلش ان السكر لما يفور يقع بره ويعمل حريق مع البوتاجاز. فدايما بفضل ان الحله تكون غويطه علشان لما السكر يفور مع الميه ما يحصلش اي حاجه ولا تنزل على البوتاجاز ولا تسبب اي حريق او اي حاجه. انا بفضل سايباها على البوتاجاز كده اهي دخلت في الغليان. بصوا يا جماعه الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي ان الفاكهه ابتدت زي ما انتوا شايفين تتطبخ، ابتدى يظهر عليها لمعه، ابتدت تركز تحت. هي كل ما هتستوي الفاكهه هتنزل من فوق من على الوش تبقى موجوده لتحت. فمعنى هذا ان الفاكهه بتاعتنا اهي بتتطبخ وبتتربط. فاحنا دلوقتي زي ما تقولوا كده هاف واي، في نص الطريق، نص الطريق ان الوصفه دي خلاص قربت تخلص.
زي ما انتم شايفين خلاص ابتديت اشوف ده الشكل يا جماعة. لما بتربط المربى عندي بيبقى عاملة بابلز كده، السكر معناه ان هو خلاص يعني ابتدى يتقل. فهبتدي هنا في اللحظة دي اقلب المربى بتاعتي كام تقليبة كده، وبروح حالا اجيب الليمون بتاعي علشان اضيفه على المربى بتاعتي. في اضافة هعملها دلوقتي وهي خاصة بمطبخنا، لان انا بسيب المربى دي عندي يعني سنة تقريبا حسب ما بتخلص. بحط ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. ملح الليمون يا جماعة بيتباع عند العطار، او لو حضرتك موجودة في نورت امريكا او في اوروبا فهو موجود في كل المحلات العربي، هتلاقيه حضرتك سيتريس اسيد هتلاقيه موجود عندك في كل المحلات. انا بس بضيف منه حاجة بسيطة قوي بفضله وانا بعمل الحاجات بتاعتي، المربات بتاعتي بحس انه بيحتفظ بيها اكتر. ممكن اكون غلطانة على فكرة، بس انا دايما بحس بكده. انا هسيب مربتي دي تاخد كام غلوة برضو على النار، وهنبتدي نشوف شكل الليمون لما ضفناه غير ايه في الوصفة. انا بس بجيب طبق زيادة زي ما انتم شايفين كده، وباجي احط فيه نقطة كده من المربى بتاعتنا اللي احنا عملناها للنهاردة. انا ليه ما استخدمتش الطبق الاولاني؟ علشان مش عايزة ايدي تلمسه، مش عايزاه يحصل اي حاجة فيه. انا بحس تحت ايدي بلزوجة للعسل بتاع المربى. انا كده المربى بتاعتي خلصت. ده شكلها يا جماعة لما خلاص بتبقى اتربطت على النار. الحاجة الوحيدة اللي أنا بس بضيفها عندي وحضرتك هيكون عندك فيها اختلاف، إن الناس اللي عاشوا في نورث أمريكا بيبقى عندهم جيلي الأورانج. أنا بصراحة لما ببقى موجودة في مصر أو في الميدل إيست بفضل إن أنا أضيف على مربى البرتقال جيلي مشمش، مش جيلي برتقال خالص. بيغير من طعم الوصفة دي تماما، بيديكي نتيجة أكتر من هايلة يا جماعة. لكن نتيجة ان انا مش موجودة عندي هنا في السوق مربى للمشمش، فهستخدم ما عنديش جيلي مشمش، فهستخدم مكانه جيلي البرتقال. برضو بيدي طعم حلو، لكن انا في حالتي زي ما قلت لك لو انا موجودة في مصر او في الدول العربية فانا افضل ان حضرتك تستخدمي مع المربى دي جيلي المشمش. انا بفضل اكمل بالمنظر ده. ده الجيلاتين بتاعي، يعني ده بديل الجيلاتين، وبفضل اكمل في وصفتي لغاية ما كل الجيلي اللي عندي ده يدوب في الوصفة علشان احصل منها على السمكة بتاعة الجيلي بتاعي اللي هو المربى بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا وطيت عين البوتاجاز بعد ما ضفت الجيلاتين اللي احنا جبناه في شكل جيلي. هسيبها تاخد غلوتين زي ما شرحت لكم على النار، وبعدين هنعمل نفس الحاجة. هنعمل ايه؟ هنقلبها تقليبة كده، وهناخد التست اللي احنا عايزين نجربه. هنحط في الطبق شوية، وهنركن الطبق ده على جنب لمدة ثواني لغاية بس ما يبرد، ونسيب الخليط بتاعنا ده ياخد غلوتين لغاية ما الطبق بتاعنا اللي احنا ركناه على جنب ده يبرد شوية علشان نشوف السمك بتاع المربى بتاعتنا اللي احنا عملناها النهاردة. المربى بتاعتي غلت كمان اهي على النار، انا هطفي عليها خلاص كده كفاية. تعرفي منين يا اما اذا كان التست ده صح ولا غلط؟ بعمله كده زي ما انتوا شايفين، باخد كده وبنزل بايدي بصباعي اهي سميكة. انا كده خلاص علشان الفاكهة بتاعتي ما تتلسعش مني، وعلشان مربتي ما تبقاش جامدة، انا كده طفيت البوتاجاز. هشيل المربى بتاعتي دي هركنها على جنب، وهنبتدي مع بعض نحطها في البرطمانات اللي احنا هنكون مجهزينها تكون نظيفة ناشفة محكمة كويس علشان نشيل فيها المربى بتاعتنا. وصفتنا للنهارده خلصت، ودي كانت النتيجه بتاعه المربى بتاعه البرتقال. الحقيقه انا مش هقدر اقول لكم قد ايه ريحتها حلوه جدا، قد ايه النتيجه كانت هايله. انا جربتها النهارده الصبح. كمان عايزه اقول لكم حاجه، ان ده جزء من الهدايا اللي انا بهديها لصحابي في فتره الشتاء. الحقيقه ان انا لما بحط المربى بتاعتي في برطمانات زي دي وبستخدم بعض الشرايط اللي موجوده عندي في البيت يعني الوان وكده، فباخدها وبجملها بالشكل ده
علشان دي هتكون هديتي لبعض أصدقائي. طبعا يا جماعة المربى دي طعمها مميز جدا. المربى دي معمولة في مطبخنا بطريقتنا ببعض التركات اللي يتميز بيها بعض المطابخ عن المطابخ التانية. فأنا شاركتكم الوصفة بتاعتي لمربى البرتقال ده شكلها. أتمنى أنها تعجبكم، أتمنى أن أنتوا تجربوها وتبعتوا تقولولي رأيكم فيها إيه. وما تنسونيش بالشير وبالسبسكرايب وباللايك، وما تنسوش تبعتوا الوصفة لأصحابكم وأخواتكم وأهليكم وجيرانكم يجربوا معانا الوصفة لمطبخنا النهاردة. مطبخنا مطبخ أمكم.